السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشين. عاملين ايه؟ انا النهاردة معايا فول وسارة، غسلته نقعته وغسلته وهطبخه قدامكم. وادي ايه معايا؟ بصلاية قسمها 4 ارباع، ادي ايه بصلاية، وادي قرن فلفل، وادي توم كله. ايه الميه كده، ولع عليه، ولعت. وادي ايه، هحطه على النار يا حبايب قلبي. وادي ايه، طماطميه، هحط شويه فلفل اسود معايا، ملح، فلفل اسود، كمون، قرفه، جنزبيل، وحتى انا قرن فلفل اخضر، فرن قرن فلفل اخضر. هسيبها بقى تستوي يا حبايب قلبي براحتها، راجع لكم. اوكي يا حبايب قلبي، البصلات بتاعتنا اتهرت اهي، بسم الله ما شاء الله. حط الخضرة، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونسمى بالله. نقلبها قلبتين عشان نضربها في الخلاط وتدست زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. محبكها تحبيكها عسل، بس كده انا هطفي عليه. بس يا حبايب قلبي هحطها في الخلاط اهي، نسمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بتقول يا حبايب قلبي واروح ضربها ضربتين واحطها النار تاني. بس يا حبايبي قلبي انا ضربتها خالص، عملتها خالص، وهحطها على النار تاني. بس اولع بيه. طبعا هحط لها شوية مية عشان اغلاها غلوتين، شوية مية عشان هي تخينة قوي كده يا حبايب قلبي. بس كده هما طبقين حلوين قوي، احسن من الفول مدمس، خفيفة وجميلة وتأكل في الشتاء تحفة. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، ريحتها جميلة جدا جدا. ولعت البوتاجاز وهحطها يا حبايب قلبي، هتاخد غلوتين وخلصت كده. بس كده هحط حتة تومة يا حبايب قلبي للبصرة بتاعتنا، بس وحبيت كزبرة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ادي ايه، معلقة كزبرة، يتحب الكزبرة جدا، معلقتين هي البصارة حلوة والكزبرة جدا والتومة. بصوا، وادي شوية زيت مش هكتر، بس كده. لا وانا حاطة لها قرفة وجنزبيل عشان النقرس، خدوا بالكم عشان اصل الحبيبات بتزود النقرس، فاحنا نحط قرفة وجنزبيل عشان النقرس. هولع التومة اهو، انا ولعت على التومة يا حبايب قلبي اهي، هتحمر واروح طشاها. التومة بتاعتنا يا حبايب قلبي احمرت اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين يا حبايب اهو، هطفى عليها يا حبايبي. طفيت عليها، اكشف بقى كده، احطها بقى. الله، تحفة تحفة تحفة.
تحفة تحفة. يا سلام على طبق البصلة اللي يشهي وحوالينه البصل، تحفة تحفة تحفة، جميل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. أنا عندي طبق البصلة دوت أحسن من اللحمة والفراخ من كل حاجة، يا شهي ويفتح النفس في يومين البرد دول، جميل جدا جدا. وجنبه طبق اللفت، تحفة تحفة، أنا مملحاه اللفت دوت. يا رب يكون الفيديو بتاع عجبكم يا رب يا رب، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، يجعلها سنة خضرة عليكم وعلى أمة محمد يا رب، ربنا يفرحكم ويهنيكم يا رب. وأنا يا رب يكون الفيديو بتاع عجبكم، وأنا بشكر أي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي جدا 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 من بعد ربنا طبعا. وحاولوا تعملوا البصرة يا جماعة، ده جميلة ورخيصة بسيطة قوي، حلوة قوي، جميلة جدا، وبتدفي في يومين البرد، جميلة جدا، مفيدة، حلوة، الحاجات دي بروتين، حلوة، جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. شكرا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.